إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن درس بسيط عن كيفية عمل الجهاز الهضمي داخل الجسم. يتكون الجهاز الهضمي لدى الإنسان من قناة هضمية تبدأ من الفم، مدخل الغذاء وتنتهي بالشرج، باب خروج الفضلات. ويساعد القناة الهضمية في عملها قدد هضمية تفرز مواد تساعد في عملية الهضم، وهي موجودة في اللعاب والكبد والمرارة والبنكرياس. وتشكل القناة الهضمية والقدد فريق عمل متناقم يتسلم الطعام ويستخرج منه المغذيات وينقلها إلى مجرى الدم راميا الفضلات إلى الخارج أيضا. وتبدأ عملية الهضم فعليا في الفم، حيث يتم مضغ الطعام بواسطة الأسنان وتحويله إلى مادة متكسرة يسهل ابتلاعها ونقلها إلى المعدة عبر أنبوب عضلي يعمل باتجاه واحد فقط، وهو المريء الذي يوصل الطعام إلى المعدة ويمنعه من الخروج منها أيضا مجددا، كما يمنع العصارة الهضمية الأسيدية من الخروج، وذلك بواسطة حلقة من العضلات تسترخي لدخول الطعام وتشتد الإقفال طريق العودة عن طريق البلعوم. وعند دخول الطعام إلى المعدة تبدأ عضلات المعدة القوية بسحقها وتحويلها إلى عجينة في المرحلة الأولى، ثم تبدأ عصارة المعدة الحمضية بتحليل الطعام كيميائيا قبل انتقاله عبر قناة أخرى من العضلات وداخل أنبوبة قصيرة نوعا ما، وهي 12، ومنه إلى الأمعاء الدقيقة التي يبلغ طولها تقريبا من 4 إلى 6 أمتار، حيث يتم امتصاص المغذيات إلى مجرى الدم. في هذا الوقت أيضا تطلق المرارة، وهي كيس نوع من أنواع شكلها زي كيس وجاصي الشكل. طبعا هذه المرارة مرارة الصفراء، وهي العصارة التي ينتجها الكبد وتعتبر مخزن لها، وأيضا تساعد في هضم الدهون، كما أيضا أن البنكرياس يطلق بعض المواد الموجودة في داخله. أيضا هذا أول جزء من الدرس، وإن شاء الله نتكلم في الجزء الثاني في الدرس القادم. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.